الله خالد اوتشو رقم 8 وهو انغوليا الجنسيه، فيستون كلالا وستيفان عزيز، حمد حارس احتياطي، بن حسيمي والتسعه علي العمري. الاحتياطيون في تشكيلة ياسين الدريدي 28 حمدي العبيدي و 33 ايضا العمري في قلب هجوم، تشكيله هجوميه اكثر من لقاء الذهاب، وسفير سفير كما نعرفوا النتيجه ما تخلينيش في مخه ممكن ياسر حتى اكثر من الصحوه بتاعه اول حاجه، وياكد زاده ريزولتا بوزيتيف اللي عملها غادي. بطبيعه الحال ماهوش باش يكون مارسيل، ولكن اولادنا بقدره ربي عازمين باش يكون اسمه دار السلام الافريقي قادر على رفع التحدي في هذه المباراه، قادر على كسب الانتصار. تشكيلة النادي الافريقي، معز حسن في حراسة المرمى في دور المجموعات لكأس الابطال. ان الافريقي يهتدي شكيب للتسجيل في الشوط الاول، ويقترب منذ الشوط الاول من التأهل لدور نوفمبر. بالتوفيق معنا كرة قدم التونسية تعيش اسابيع كبيرة، اسابيع حاسمة. الكرة مباشرة التنزاني الذي سفاقسي للاسف عمل نتيجه التعادل اليوم بعد هزيمه مقابل واحد في لقاء الذهاب في التوغو لفريق يانج افريكانز. بنتيجه عارضه تاريخيه في المنزه، والاجيال تتعاقب في الافريقي ودائما نفس الاوبجيكت. اول الضغط من جانب الافريقي متواصل، زوز هزائم وثلاثه تعادلات تتلعب بالركنيه تتوزع عالية، يخرج معز حسن ياخذ بسهولة مع سيركل دو بروش، وكذلك مع فريق شوفوا آدم قرب، ونشوفوا المتابعة ونشوفوا الهفوة المرتكبة. باهي المراوغة، لكن فما تغطية ممتازة من جانب عناصر النادي الإفريقي، شوف ما يخليوش المساحات تسديدة. برافو، كورة قصيرة مع غازي عبد الرزاق، رجعت الأسد الإفريقي في المكان المناسب. نادر الغندري المباغتة، محاولة لمباغتة الحارس معز حسن، لكن حالا صح التعبير في الأثناء. أوتشو والتدخل من نادر الغندري، الاستعانة بالفعل دولي للإفريقي، كذلك هو أصله أيضا متوسط ميدان مع المنتخب التونسي في اللقاءات الحاسمة ضد البطن في قطر. لعبد النور بالحسيني ننتظر الصعود، وكذلك المسندة لزهير الذوادي، زهير أخير من جانب المدافع فيصل سلوم، إعادة من جديد للمحاولة وقت اللي كان في نيم في فرنسا قبل التحاق بكورتريل. مريناش برشا من الجهة اليمنى، إعادة من جديد للمحاولة. رجعت الكرة لكيبوانا، باهي التوقيت نادي الغندري، حذاري من هذه العملية، حذاري من هذه العملية. برافو معز حسن قدام لاعب يانج افريكانز التنزاني سلوم ابو بكر. في الدرجة الأولى الفرنسية لكرة القدم، حارس حاسم مع النادي الافريقي، والى حد الان تألق. 2015 مدربه كان ليتيزي الحارس السابق. البيج اخرى للعمري قريبه من مناطق الجزاء، ثم التوزيع والمحاوله والمتابعه من الحارس يانج افريكانز التنزاني، توزيعه في العمق ربح المسافات، حذاري من هذه العمليه. خرجت الكره، كم يقول فما شيء غريبه، محاوله للمباغته، رجعت الكره على المستوى القاري، اصطدم بالهلال السوداني في الشامبيونز ليج. الكره مباشره للحارس المالي جي. باليسار بطبيعه الحال ذوادي، كوره مقوسه في القائم الثاني، ترجع من المدافع. تعادل صفر مقابل صفر الى حد الان بين الافريقي ومنافسه التنزاني الرهان التاهل لدور المجموعات من نادر الغندري. اخر الكرات للافريقي في العمق، العمري بالحسيني، نجم يصوب الحسيني، الكره جراء، اعاده من جديد للتصويب الاخير. وعلي العمري، هاو امامكم اللقطه، ما فاتتش زملائنا، ما فاتتش المخرج محمد علي الشريف، شوفوا كيفاش تصرف اللاعب مع الثاني من المباراه، وننتظر التنفيذ، ننتظر اشاره الحكم. تلف بقوسه والحارس جرى
يرشد بعد كرة ثابتة تحصل عليها وإعادة من زاوية أخرى. الإفريقي يحاول أملا في التأهل في الوقت من هذه الهجمات المعاكسة. كرة في مناطق الإفريقي تتوزع مرة سلامات، واللاعب الثاني المخضرم وسام بن يحيى يستعد للانضمام حذالي من هذه العملية. شوفوا تبادل الكرات القصيرة أمامكم. الإفريقي احترف كذلك خارج حدود الوطن خبرة، وصعب آخر محاولة آخر مجهود بالنسبة لكلالة ثم ديارة قبل زهير الذوادي، إذا متنبلة ثم بالحسيني. بالحسيني محاولة فردية كرة المنتظرة من جانب الإفريقي. شوفوا يخلق فرصة بالحسيني، ما عندوش الحق باش يتلقى الإسعافات على حافة الميدان، وهي إعادة للعملية الأخيرة. زهير الذوادي تتلعب بالكرة، تتوزع فرصة لصالح الإفريقي الأولى، ورجعت إعادة من زاوية مختلفة، توزيع وخروج الحارس ديارة. في انتظار لي شانجمون من جانب الإفريقي الركنية من زهير الذوادي، وقت هدف للإفريقي. اللحظة بنك احتياط الفريق التنزاني، فما اللاعب سام بن يحيى افريقي للتسجيل واحداث الفارق والاقتراب من التاهل. نادر الغندري والحارس ديارة عبيدي باش يتولى تنفيذ التماس، طويلة رأسية أولى والحارس ديارة هاي من قريب من زاوية أخرى. كان استدام بين المدافع والحارس وآدم قرر. 66 دقيقة لعب، إعادة للعملية الأخيرة وخروج لاري عزوني. الكرة في العمق مباشرة إلى حمدي العبيدي وفيصل سلوم عبد، يكون أكثر قريب للمناطق. شوفوا بعاد الملاعبية، بعاد على مرمى الحارس. الوضعيات وجماهير الافريقي، الافريقي المتابع توصيه من معز حسن. الكره من موريسون ابعادها في الوقت المناسب. الكره للافريقي، الهجوم وهفوه من الحارس مباشره. ادم كرب يزمي صوب والتنزاني. الكره في مناطق الجزاء وفرصه كبيره، الفرصه يظل عنده اكثر صنعه. ادم كرب كان ينجم يسجل ويحدث الفارق. كانت قوية من ادم قرب، كانت كورة في مناطق الجزاء، كورة ثابتة عيسى سي ينفذ في القائم الثاني، راسية أولى والثانية وخرجت. ندري وسام بن يحيى وأيضا أحمد خليل الكرة، وشوفوا نادر الغندري في وضعية هذا اللقاء من جانب النادي الإفريقي بإمكان والتسجيل. التدخل على وسام بن يحيى من جانب الإفريقي، شوفوا التدخل الأخير موسى سو. الحذر من جانب دفاع الإفريقي. الكرة في مناطق الجزاء والدها الحارس معز حسن، ورغم المحاولة من معز حسن تصطدم بالقائم الأخيرة. شوفوا التوزيعة والتحضير بالنسبة لعزيز الاحتياطي الأخيرة. شوفوا التوزيعة في مناطق الجزاء والتحضير للتصويبة. التنزاني قلت الحذر تدخل والهدف المسجل من الاحتياطي عزيز. قلت فرصة آدم قرب صابر عبد اللاوي أو ياسين الدريدي. بعد التغييرات من جانب الإطار الفني الكرة في مناطق الجزاء الفريق التنزاني. أسبقية اللاعب زهير الذوادي، جرب يا قرب جرب، باهي فرصة هدف التعادل. ضاعت فرصة، معناها بإمكان مغالطة دفاع الفريق التنزاني. إعادة من جديد لكرة آدم قرب للتدخل ثم وسام بن يحيى تصطدم الكرة الأخيرة بميدان. محاولات فردية من رقم 6، المخالفة واضحة لآدم قرب والهفوة من مناطق الحارس ديارة. كرة أخرى في العمق في مناطق الجزاء، تدخل آخر من الدفاع.
باش ترجع للحارس ديارا. كذلك منظر إعادة من جديد، كرة كانت متجهة لنادر الغنكي اللي ربح بعض الثواني. هجوم للأفريقي، هل يكون هدف التعادل؟ باليسار تتنفذ رأسية، كاد يكون المرة الأولى. هاي إعادة، حمل القميص رقم 3 في الفريق التنزاني. أمامكم الإعادة، شوف لمسة الكرة في يد المدافع على أرضية الميدان، ثم كرة طويلة في وسط الميدان. الفريق التنزاني باغتة، وإلى حد الآن هدف مقابل صفر. نادر الغندري الكرة، آدم قرب، ثم حمدي العبيدي، حمدي العبيدي التوزيعة، فرصة للإفريقي. هي إعادة العملية الأخيرة لصالح النادي الإفريقي، أو من زوايا مختلفة تشاهدوا فيها تسديدة فريق التنزاني. ما قدمش حاجة كبيرة، ربع فرصة حولها. شاهدت الإفريقي كان قادر على الخروج بورقة التأهل.